على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا أعلنت انطلاقة الشوط الرابع في المجموعة الأشواط السودانيين. نسير مع البداية والمقدمة من يستفتح إذاعة هذا الشوط المزعج، سعد بن محمد الدرويشي من يستفتح الإذاعة، وفي ثاني المراكز كذلك اللي غير مولى علي عطشان من غير على البداية والمقدمة، تابع الوصول من قبل طلحة ألف الدم اللي واصل طلحة الصديق الدم اللي واصل في ثانية المراكز، تابع الوصول من قبل عقاب أحمد بن خالد الدرويشي من يقدم عقاب في ثالث المراكز، رابع المراكز الوصول من نسناس عز الدين الحسانية من واصل كذلك مع نسناس، تابع الوصول ولكن نعود مع البداية، نعود مع طلحة الصديق الدم من يقدم لنا شاهد على الانطلاق الاول والبداية والمقدمة، من يسيطر على الانطلاق الاول مولع في ثانية المراكز، علي عطشان اللي واصل في ثانية المراكز، تابع الوصول من قبل اللي واصل واحتل في ثالث المراكز، ولكن شاهين على البداية، طلحة الصديق الدم من يقدم لنا شاهين على الانطلاق الاول، ثانية المراكز مولع، علي عطشان في ثانية المراكز، ثالث المراكز عقاب أحمد بن خالد الدرويشي، ولكن البداية والمقدمة مع شاهين، طلحة بن الصديق الدم من يقدم لنا شاهين على بداية هذا المسار، ومولع الله 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 الله, الله. مزعج واصل في ثالث المراكز، ولكن شاهين من ينتصر بهذا الشوط، طلحة الصديق قدم من وصل في الشوط وفي ثاني المراكز كذلك وصل مولع علي عطشان، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 2:16 ثانية.